الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله، سيد الرئيس، سيد الباشا، سيد المستشارين والمستشارات، سيد أعضاء المجلس. واحد النقطة بغيت نشير لها سيد الرئيس، نهار 3/17 يناير عقدنا واحد الاجتماع مع مندوبات الوزارة ديال الصحة، هاد النقاط كاملين هضرنا عليهم، شرنا لهم. بالنسبة لزورجونس كان حضر معنا سيد النائب محمد أهلال، طرحنا جميع الإشكاليات، سورتو منين تسدات دابا لا فرونتيير ديال مليليا، عندنا مشكل كبير. ما عندناش هنايا لي ساج فام، نسى دابا اللي خصهم يولدوا، كاين مشكل خصهم يهبطوا حتى للناظور، كاين اللي ما يتوفرش المادة للنقل. المهم كاين حنايا بزاف ديال الإكراهات، اقترحناهم على المندوبة، هي يعني دارت معنا يد في يد، أعطات لنا يعني بزاف الحلول. هضرنا على المستعجلات بالنسبة للصيدلة، كنعطيو لهم الحق حتى كاين شنو غيبيعوا كاين شنو ما يبيعوش في الصيدلة، ولكن بالنسبة للوبيتال ضروري خصنا واحد الوبيتال، وهي يعني وعدتنا تساعدنا نديروا المستعجلات في لوبيتال جديد والمستوصف ديال بنينصار، توفر لينا الاطباء. حنايا عندنا لو مونك ديال الاطباء، وطلبنا ليها بالنسبه لي ساج فام بعدا 24 ساعه على 24 ساعه يوفروا لينا بعدا على الاقل وحده تكون دائما تما. نتمنوا هذا الشيء يكون يعني رهن الاشاره ديال الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الباشا، خطواتي السيدات والسادة، في الحقيقة هذه النقطة في بالغ الأهمية، ولا تخص فقط إخوان الصيادلة، بل لهم المجلس الموقر كذلك أن يقوم بمجهود جبار لإيجاد الحلول الناجعة لتحتوي هذا المشكل. أنا أقترح اقتراح لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، هذه صيدليات الحراسة، أقترح أن المجلس سيجتهد أكثر وإيجاد محل، رغم إشارة الصيادلة، محل من الأملاك الجماعية الموجودة لإيجاد حل نهائي لتفادي هذه المعضلة. صحيح ما ذكر من طرف السيد يوسف الرخا عن وضعية المستشفى الموجود في بلوتشينو، موارد بشرية أقل ما يمكن أن نقول منعدمة، والمواطن دائما هو المتضرر الوحيد الذي يعيش في بعض الأحوال. لذلك ألح على المجلس أن يقوم بمجهود جبار بإيجاد محل، رغم إشارة الصيادلة، ومحل أن يكون آمنا، لأن السادة الصيادلة يشكون من ناحية الأمن، لذلك أن نكون نحن أول من يهمهم الأمر نيابة عن ساكنة بلينصار، وشكرا لكم. آمين. السادة المصالح الخارجية المحترمين، السادة الموظفين المحترمين، أيها الحضور الكريم، إنما أنا ما أشار انتباهي هو غياب تام لوجود صيدلة ليلية تلبي حاجية المواطنين في اقتناء الأدوية، مما ينعكس سلبا على صحة مواطنينا، حيث يضطر المواطن من كل من بني إنصار وفرخانة إلى اللجوء إلى مدينة الناظور من شراء هذه الأدوية، مما يصعب عليهم التنقل ليلا، خاصة الأسر المعوزة التي ترهق من مصاريف الأدوية والتنقل. لذا أطلب من مجلسكم الموقر الضغط على الجهات المسؤولة على هذا القطاع من أجل إحداث هذه الصيدلية. ومن جهة ثانية، فعلاقة بالموضوع ذاته هو غياب تام لدور المستوصفات الصحية، رغم حداثتها
وصيانتها من حيث البناء، إلا أن ما لوحظ هو نقص الحاد والتام في الأطقم الصحية من ممرضي وممرضات، خاصة الجناح المخصص للولادة الذي لم يفي بتطلعات الساكنة، كما يلجؤون إلى المستشفى الحسني، هذا مما يصعب على الأسر المعوزة، وأحياناً تتعرض حياة المواطنين إلى الخطر من إغماء ونزيف، دون أن ننسى كذلك غياب قسم المستعجلات وإنعدام هذه المرافق إلى التجهيزات الصحية من أجهزة الفحص. ومن هذا المنبر أحث رئيس جماعة بني إنصار إلى التعامل بعجالة وجدية واستدعاء مسؤولي هذا القطاع إلى التحرك من أجل إحياء هذه المرافق الصحية، حفاظ على سلامة الصحية لمواطنينا والتخفيف من معاناتهم مع التنقل. وأخيرا دمتم في رعاية الله وخدمة ما هو أحسن للساكنة، والسلام عليكم.